تواصل الأكاديمية الوطنية للتدريب عقد ندوات تعريفية عن برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية، وعقدت الأكاديمية ندوة تعريفية في محافظة السويس عن برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية. جدير بالذكر أن البرنامج يأتي تحت مظلة مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة، وفي إطار التعاون بين الأكاديمية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، ويشتمل على أهم المعارف والمهارات التي تساعد المرأة في جميع محافظات الجمهورية على التدريب والتأهيل من أجل استغلال فرص حقيقية للمشاركة الفعالة في المجتمع.